ازاي موضوع العقد الرئاسي ده؟ عرفنا كنا امبارح بالليل قرار الاداره كانت اخذونا وعزلونا عن زمايلنا اللي كانوا قاعدين معانا في الاول لغايه النهارده الصبح. طيب انت لما عرفت ازاي الاداره ان انت خارج بعقد عقد رئاسي؟ والله يعني انا ما كنتش فرحان قوي، بس يعني كنت زعلان على الناس اللي لسه موجوده جوه. الناس اللي موجوده جوه دي اللي واخدين 15 سنه ونقضاها مرفوض، ناس واخده 10 سنين ونقضاها مرفوض، ناس واخده تأبيد ونقضاها مرفوض، ناس متهمه في قضيتين واثنين وثلاثه واربعه، احكام ممكن توصل ل 30 و40 سنه و50 سنه. الناس دي هي اللي المفروض تطلع. احنا بالنسبه لنا كان الموضوع يعني شبه خلصان، كان بالنسبه لنا 20 يوم وكنا خلاص طالعين، فالموضوع ما كانش هيفرق معانا كتير.